أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاتي إلى الله إنك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقة. حديثنا اليوم عن موضوع كتير مهم في الكتاب المقدس، حطناه بعنوان المسيح يطهر المنجسين. طبعا ما هو مبدأ الطهارة والنجاسة في الكتاب المقدس، وهل فعلا بالنسبة ليسوع المسيح في جماعة ما يسموا نجسين أو كفار إلى آخر هذه الاصطلاحات اللي بنسمعها كتير في هذه الأيام، أم توجد فكرة تختلف، فكرة كتابية عن أهمية وعن قيمة الإنسان؟ ثم في العهد القديم ليش كان في شرائع كثيرة عن موضوع الطهارة وموضوع النجاسة، وما هي الشرائع الطقسية التي تمت في شخص يسوع المسيح، ولماذا لا نمارسها حتى في هذه الأيام؟ هذه الأسئلة ومزيد رح نتكلم عنها في هذه الحلقة، عن هذا الموضوع المهم بعنوان المسيح يطهر المنجسين.